السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله غادي نقوموا بتحضير وجبة غداء أو عشاء متكاملة بشكل راقي، سريعة التحضير ومكوناتها مكونات بسيطة، والأهم أنها كتجي لذيذة جدا. نتمنى أن فكرة اليوم تنال إعجابكم. إلى عجبتكم وصفة اليوم فكالعادة فما تبخلوش عليا بلايك، كذلك أنا في انتظار تعليقاتكم وانتقاداتكم أو إلى عندكم أي ملاحظة. وإلى كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فتفضلوا بالاشتراك، كذلك اضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير، ونتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو للآخر لرؤية جميع المراحل. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات ففي الأول غادي نحتاجوا كمية من صدور الدجاج، فصين من الثوم، التحميرة أي البابريكا، سكنجبير أي الزنجبيل، الكركم أو الخرقوم، وأخيرا الفلفل الأسود أو الإبزار. نمر على بركة الله لطريقة التحضير. بسم الله، في الأول غادي نوضعوا فصين من الثوم اللي كنحكوهم في الحكاكة الرقيقة الخاصة بالثوم. من بعد غادي نبداو بإضافة التوابل. غنوضعوا الزنجبيل، التحميرة أو البابريكا، الكركم والإبزار أي الفلفل الأسود. من بعد غادي نضيف تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون، وهنايا عندي القزبر والبقدونس المفرومين. غادي نخلطوا عناصر التوابل أو التتبيلة جيدا. من بعد غادي نوضعوا الدجاج او صدور الدجاج، وغادي نتبلوها بهذا الشكل. وإلا كان عندكم الوقت يستحسن انكم تخليوا هذا الدجاج يرتاح لمدة ساعتين تقريبا او ساعة، يعني كلما ارتاح لمدة اكثر فكيشرب لينا هالتوابل وكيجي ألد اكثر. بسم الله على بركة الله، في اناء فوق النار كنوضعوا زيت الزيتون او ممكن ايضا تستعملوا زيت العادية. من بعد كنوضعوا قطع الدجاج وكنستمروا في تحريك هاد الدجاج، يعني كنقليو الدجاج مع الزيت. وبعد ما كيتقلى الدجاج كنلاحظوا بان اللون ديالو ولا ابيض، يعني تماسك لينا قليلا. بالنسبه لهاد الخطوه كنقليوه باش كيجينا لذيذ. كناخذوا الاناء اللي كنا وضعنا فيه التتبيله، غادي نوضع فيه كاس من الماء، ومن بعد كنوضع هاد الماء فوق الدجاج. كنغطي الاناء وكنخليه حتى كيطيب. من بعد غادي نحتاج هنايا 5 جزرات، بالنسبه للكميه فطبعا حسب عدد الافراد. بالنسبه للجزر فكنقشروه، كنحيدوا القشر، وكذلك كنزولوا القلب الموجود في الوسط بهذا الشكل. ثم غادي نقوموا بتقطيع الجزر الى مربعات صغيره، ثم من بعد كنوضعوه فوق النار مع الماء والقليل من الملح ليصلق. إذن على بركة الله، الآن كناخدو البطاطس. عندي هنايا حبتين من البطاطس المسلوقة، كنقومو بتقطيعها كذلك إلى قطع صغيرة. بالنسبة للبطاطس فسلقناها مع القليل من الملح على بركة الله. الآن غادي نبدأ بتحضير البطاطس. غادي نوضع ليها بالأول القليل من الملح، غادي نضيف كذلك الفلفل الأسود أو البزار، الكمون، وهنايا غادي نستعمل المايونيز. من بعد غادي نخلطو البطاطس مع التتبيلة. وهنايا عندي البيض اللي سلقته من قبل، يعني بيض مسلوق. غادي نحاول أنني نزول القشرة ديالو، يعني غادي ننقيو البيض. بالنسبة للبيض فسلقته من الأول، يعني قبل البدء في الدجاج على بركة الله. وفي إناء عندي هنايا بطاطس عادية، يعني في المجموع غادي نحتاجو 3 حبات من البطاطس، حبتان اللي سلقناهم وهاد الحبة خليناها هكذا. غادي نقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة بهذا الشكل. كما كتشوفوا هنايا فزولت واحد الجانب من البطاطس باش تعطيني هاد الشكل، يعني ما تكونش دائريه. من بعد غادي نضيفوا الملح للبطاطس، وفي مقلاة فوق النار غادي نوضعوا زيت القلي. بسم الله،
وغنتسناو حتى كتسخن الزيت. وبعد ما كتسخن الزيت على بركة الله غادي نبدأ بوضع شرائح البطاطس. كما كتشوفوا الشكل ديالها، فقمت بإزالة أحد الجوانب. إذن هنا وبعد ما كتقلى لنا البطاطس ضروري أننا نخليو اللون ديالها يكون فاتح، يعني ما نحمروهاش بزاف، كذلك ما تكونش رقيقة جدا. من بعد ما كتقلى كنزولوها وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا شرائح البطاطس الموجودة عندنا. وهنايا بعد ما تسلق لنا الجزر غادي نضيف ليه كمية من الفلفل الأسود، كذلك غادي نضيف المايونيز، ممكن تذوقوه وتضيفوا كذلك الملح. هنايا سلقت في الملح لذلك ما غاديش نضيف الملح لانني وضعت الكميه الكافيه من الاول. غادي نخلطوا الجزر مع المايونيز. بالنسبه للمايونيز فكيعطينا لذة خاصه للخضر. وهنايا من بعد ما طاب الدجاج وولا جاهز كما كنشوفوا، فاختفى لنا الماء يعني وكح لنا الماء تماما. غادي ناخذوا صدر الدجاج وغنحاولوا نقطعوه كما كنقطعوا الدجاج الخاص بالبسطيله. نحاولوا اننا نفرتوا هاد الدجاج. من بعد هنايا غادي نجيب صحن التقديم. كما كنشوفوا هنايا فقسمت كميه الدجاج الى نصفين على بركة الله. في الأول غادي نوضع الكمية أو النصف الأول في الصحن. نحاولوا أننا ما نخليوش مسافة كبيرة بين الحشوة وجوانب الصحن باش ملي كنزينوا بالبطاطس ما يبانش لينا الصحن. ثم غادي نضيف نصف كمية الجزر، يعني غادي نوضعوا طبقات من هاد الخضر المتوفرة عندنا. نفس الشيء غادي نوضعوا نصف كميه البطاطس، كذلك غادي نوضع نصف كميه الدجاج اللي خليناها سابقا. قسمنا الحشوه كل مكون الى نصف هكا باش كتعطينا انسجام بين المكونات، يعني كتكون متفرقه. ثم كنضيف هنايا نصف كميه الجزر كذلك، وفي الاخير غادي نوضع نصف كميه البطاطس. اذا من بعد هنايا كنضغط على البطاطس وعلى الحشوه كذلك جيدا باش كنشكلو على شكل نصف دائره، يعني كشكل الرحيق اللي كيكون موجود وسط الزهره. بسم الله على بركة الله. وهنايا عندي البيض اللي سلقناه سابقا، غادي نحاول انني نزول الابيض جانبا والاصفر كذلك لاني غادي نستعمل كل لون على حدة. بسم الله على بركة الله. في الحكاكة غادي نحاول انني نحك هاد ابيض البيض. ممكن تستعملوا الجهة الرقيقة جدا كما ممكن تستعملوا الجهة المتوسطة، كيبقى حسب الذوق. بسم الله كنوضعوا ابيض البيض اللي حكيناه فوق السلطه. نحاول اننا نوزعوه بتساوي باش نغطي الخضر الاخرى وما تبقاش ظاهره من الاسفل. وبنفس الشيء غادي ناخذوا اصفر البيض وغادي نحكوه في الحكاكه المتوسطه على بركه الله. وهنايا كناخذ اصفر البيض وكنوضعوه فوق ابيض البيض، كنوزعوه كذلك بالتساوي. اذا هنايا على جوانب السلطه كناخذوا البطاطس اللي سبق لينا قليناها كما قلت لكم، فكنحاولوا اننا نزولوا واحد الجانب من الدائره ديال البطاطس باش كنحصلوا على ورقه كتشبه لورقه الورده. من بعد هنايا كناخذ الزيتون الاسود كنوضعوه فوق السلطه، في نفس الوقت كيعطينا منظر كيشبه زهره دوار الشمس، وفي نفس الوقت فكيجي متناسق وكذلك منسجم الطعم ديالو مع السلطه، كيزيد لذة اكثر. كما كنشوفوا هنايا فكنوضعوه بشكل عشوائي، كنحاولوا اننا نوضعوه متقارب. اذا متابعينا
هذا هو الشكل النهائي ديال الأكلة ديالنا المتكاملة، أو ممكن كذلك تسميوها سلطة. نتمنى أنها تنال إعجابكم وأن فكرة اليوم تنال استحسانكم. نتمنى أنكم تجربوها لأنها كتجي راقية في المنظر، في نفس الوقت كتجي لذيذة جدا في المذاق، وكما شفتوا فكتجي راقية. إلى عجبتكم وصفة اليوم فما تبخلوش عليا بلايك، وكذلك أنا في انتظار تعليقاتكم اللي كتشجعني على إعطاء المزيد. وإذا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فتفضلوا بالاشتراك، كذلك اضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. إلى فيديو قادم بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.